ولكن واضح ان الاتجاه العام يبدو انه بالذات داخل النخبه. طيب دكتوره نورهان، انا ساستاذن حضرتك في ان تبقي معنا، لاننا سنتحول الان الى فيرجينيا لنتابع المؤتمر الصحفي لسكرتير الولايه الذي يتحدث عن عمليه الفرز وربما احتماليه اعاده الفرز في بعض مناطق هذه الولايه، ثم سنعود مع حضرتك لنستكمل هذا النقاش. هم يقومون بعمل رائع بتقييم في هنا في كل المقاطعات، وأيضا هم طبعا يقومون بهذا العمل مرات عديدة وربما بخلال 3 أو 4 ساعات يوميا يقومون بذلك، وطبعا هم شخصيا أو طبعا نقدر عملهم، وهم يضمنون بأننا سنحسب كل الأصوات القانونية. إذا أشكر طبعا مصلحة البريد المحلية. هناك أصوات أخرى أيضا ولديها أجل يوم الخميس في 12 نوفمبر. طبعا الموظفون لن يغادروا هنا حتى نحسب كل الأصوات التي تم تحديدها. وطبعا AB4 كان واضحا جدا أو في تلك الورقة. ومع ذلك فإنني ربما سأخذ بعض الأسئلة. أرجوكم خذوا الميكروفونات حينما تتحدثون. Good afternoon or good morning, صباح الخير. هل يمكن أن تعطينا أرقام الأصوات التي تتوقعونها في بعد الظهر؟ قلت إذا 31,000 كانوا في الصباح أو 30,000. لا، ليسوا 31,000، 30,000. دعونا فقط نكون واضحين. 30,000. كم تتوقعون في الظهر؟ هناك تقريران في اليوم، أنا لا يمكن أن أعطيك الأرقام بالتفاصيل، ولكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن نقول له بأن الأرقام التي ذكرت هي كما قلت الأصوات الجماعية التي ينبغي أن تحسب، وطبعا هي أرقام صحيحة. إذا طبعا هناك 36,000 ينبغي إدخالها في النظام، 63,000 ستدخل خلال الأيام المقبلة. إذا 36,000 لا تزال إذا عالقة، و 30,000 في الصباح، وأنتم لا تعرفون ما الأرقام في الظهر. لا يمكن أن أعطيك ذلك الرقم لأننا طبعا كما قلت غيرنا ذلك في تقريرين يوميا. سيكون هناك حساب لها، بكل تأكيد سنحصل على المعلومات وسنستمر في قراءة تلك التقارير، وسيكون هناك تقرير آخر في الصباح عما سنقرأها الصباح. الآن زميلي جوي كانت، أعرف أنه من الصعب الحديث عن طبعا السرعة بالأمس، ولكن لديكم القدرة لحساب 70,000 صوت في اليوم، لماذا لا تفعلون ذلك كما وصفت بالأمس؟ فإنه طبعا المسار كما قلت من خلال البريد والنظام البريد، طبعا هذا هو الخطوة الأولى. هناك آلة طبعا تتأكد من التواقيع، وطبعا بعد ذلك يكون هناك طبعا مسار آخر يدوي. إذا والموظفون يقومون بذلك يدويا، علينا أن نمر بذينك المسارين، ثم طبعا يذهب إلى لجنة في المقاطعة وهي تتأكد من الأرقام وطبعا حتى تصحح الأخطاء، ثم تنتقل إلى المسار للفرز ونقلها هنا إلى المقاطعة. إذا كما أكدت أمس فسنستمر في يتطلب إبراز بطاقة هوية، فهناك أحاديث كثيرة كانت قد وردت حول هذا الموضوع.
الشرح الأسهل لهذا الموضوع بأن تلك البطاقات التي جاءت بالبريد أو عبر البريد ولم تحمل أي توقيع أو لم يكن توقيع عليها مطابقا للتوقيع في الأنظمة الكمبيوتر، فلا بد من أن نقدم إشعارا بها للناخبين، وعلى والناخبون كانوا قد أعطونا بريدا إلكترونيا أو رقما للاتصال بهم من أجل التحقق من هذه هذه الأمور. وفي ولاية نيفادا تتم عملية التسجيل بنفس اليوم، هناك تسجيل عبر الشبكة بحيث يذهب التسجيل إلى سكرتير الولاية ويظهر عدد الأشخاص الذين صوتوا، وكل من يسجل عبر الشبكة عليه أن يبرز بطاقة هوية بحيث يتم إحصاء ذلك في يوم الانتخابات. وكما قلت بأن الموعد النهائي سوف يكون في 17:00. أيضا هناك أعداد كبيرة من بطاقات الاقتراع البريدية التي وصلت من عدة مقاطعات. قد تكون هذه المسألة معلومة بالنسبة لعامة الناس، بأنه على كافة الناخبين أن يرسلوا بطاقات هوية بحيث نستطيع أن نضاهي الطلب المقدم بريديا مع الهوية وصحة التوقيع الخاص بمقدم الطلب المعني. في هذين النموذجين نتطلب الحصول على بطاقة هوية الناخب. في حملة ترامب كانوا قد تحدثوا عن مسألة وقف عد الأصوات، وأنه لابد من التحقق من كافة بطاقات الاقتراع بصورة يدوية، ولا سيما بأن هناك أعدادا مفقودة منها. كان هذا الطلب قد رفض من قبل المحاكم، ونحن لا يمكننا أن نستخدم ماكينات أجلس، وسوف يتوجب علينا أن لا نقلق من مسألة العد اليدوي لأنها سوف تبطئ الإجراءات. لا بد لنا إذا ما تطلب الأمر أن نجري الأمر يدويا إذا اضطررنا، لكن هذا سوف يبطئ العملية إلى قدر كبير. كانت هناك أحاديث عن توصل لاتفاق مع المقاطعة بشأن عدد الأصوات المتبقية اليوم. السؤال الذي طرحته أن ولاية نيفادا كانت قد أسقطت بعض الدعاوى التي قدمت. لا أعلم إذا ما كان لديك المعلومات المحدثة بهذا الخصوص. Mr. Gloria, just to be completely clear, yesterday you said there were 63,262. تحدثت عن وجود 63,000 بطاقة اقتراع معلقة من أصلها. من أصل هذه البطاقات هناك كلا. أنت تخلط الرقمين. يوم الأمس ما قلته بأننا كنا نتوقع أن نرى 51 بطاقة اقتراع يوم الأمس، لأن عدد الصفحات كانت قد ارتفعت، وعلى هذا الأساس انخفض الرقم إلى 30,000. وعلى هذا الأساس فإن 63,000 بطاقة اقتراع لا تزال قيد الإجراء ولا بد من إحصائها. إذن بيت القصيد، عدد البطاقات المتبقية، هل نتحدث عن 63,000 بطاقة؟ نعم، هذا صحيح. ثلاثة وستون ألف بطاقة. أتمنى منك أن تقترب من الميكروفون. أي شخص يرغب بطرح سؤال عليه أن يقترب من الميكروفون. ذكرتم أنكم تلقيتم 241,000 طرد بريدي اليوم. كم تتوقعون أنها تحمل بطاقة اقتراع؟ في المؤتمر الصحفي يوم الأمس ذكرت أنه في يوم الانتخابات كانت
عدد البطاقات البريدية التي استلمناها كانت 421,000 بطاقة اختراع. كان هناك دعوة قد قدمت بشأن ماكينات الإحصاء وأنه كانت هناك بعض البطاقات التي لم يتم إحصاؤها. هل لديكم أي فكرة عن المزاعم الخاصة ب3,000 بطاقة لم يتم إحصاؤها؟ القضية القانونية التي رفعت لا تدفع المرء ليعيش هنا ليكون لحق له التصويت. هناك الكثير من الطلاب الذين يتجهون لكليات ومدارس خارج نيفادا للدراسة ويحق لهم التصويت، ولدينا ممثلون محليون وأعضاء في مجلس الكونغرس يعملون في واشنطن لكنهم يصوتون هنا. لذن علينا أن ننظر إلى هذه الأرقام، ولكن الأمر لا يبدو غير مألوف بالنسبة لنا، كلهم يحق لهم التصويت، سوف ننظر إلى هذا. إذن المتحدث باسم هيئة الانتخابات في مقاطعة كلارك كاونتي بولاية نيفادا يتحدث في مؤتمر صحفي يومي تماما كما عقد بالأمس. إذا كنا قد نوهنا عن أن المؤتمر سيكون من ولاية فيرجينيا، الزملاء لم يتمكنوا من الالتحاق بهذا المؤتمر، فكان بالتزامن مع ذلك المؤتمر الذي كان في ولاية نيفادا. الحديث عن 30,000 بطاقة اقتراع وصلت اليوم إلى ولاية نيفادا ورصدت وفرزت بالفعل، لكن هناك 63,000 بطاقة لا تزال عالقة قيد الفحص والفرز، والأمر كما يقول قد يستأهل وقتا أطول، خصوصا إذا ما تمت المسألة عبر فرز يدوي سيكون ذلك أبطأ، وربما نيفادا تلتحق كذلك ببعض الولايات الأخرى التي قد تؤخر قليلا من إعلان النتائج فيها، وكانت واحدة من بين الولايات التي يرجى منها حسم هذا السباق، وهي التي تحظى بستة مقاعد في المجمع الانتخابي. كان تحديدا جو بايدن يمني نفسه قبل يومين بأن تحسم نيفادا ليحسم السباق لنفسه كما كانت التقديرات تأتي من حملة جو بايدن. على أي حال نعود إلى ضيفتنا دكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة. دكتورة نورهان، حضرتك قبل هذه المقاطعة مع المتحدث باسم هيئة الانتخابات، وأشكر حضرتك بالطبع على بقائك معنا.